عدم الإيمان بالروح والجسم هذا كفر، لأن رد ما علم فيه أشد أصول الدين فلا يؤمن بالمذهب. لكن سورة في القرآن اسمها سورة الجن، فمن أنكر جزءا من القرآن أنكر القرآن. مدد في رسول بعث الجن إلا النبي، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. حد بعث الإنس والجن إلا الرسول؟ سيدنا سليمان سخره ما كنت معرفش ليه. لا يعني صاحب الرساله الوحيده اللي جن رساله للعالمين، يعني اخواننا المسلمين حتى الملائكه فاتحة جاء سيدنا محمد وعلى سيدنا أبو بكر عمر وعثمان وعلي. سيدي أحمد الرفاعي خلي شوف التاء شو التاء كيف الصوفية خلي شوفه. لو لم يؤمن ما آمن على رسول الرفاعي إن الله وملائكته هذا الترويف تاعك شايف أداة سيدي أبو يعقوب الرفاعي. بقى أنت روحانيات، بقى أنت حتكون أعلم من نفسك. هو مترجم لشحنون من أئمة فقهاء المالكية، وجابك تفصيل لابن فرحون، وجابك مخلوق الشيخ حسين المخلوق في شجرة النور الذكية، الكتاب اللي عندي في البيت وغيره وغيره. أنا من الحبيب أنت تيجي تقول لي الكلام ده مش صحيح. شغل دجالة. لا 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 أنا عارف.